انا عايزه اقول لك على حاجه امبارح لفتت نظري، ومش حاجه يعني امبارح بس واخده بالي منها، بس امبارح كانت بزياده. يعني لو انت انت مش اكتف قوي على تويتر؟ انا مش موجود اصلا على السوشيال ميديا. فاكر لما قلت لك في ناس عاملين اكونتس باسمك وبيتكلم باسمك وبتاع؟ بتحصل كتير. طبعا انا برضو بيجز على الفيسبوك، انا ما عنديش ولا بيج على الفيسبوك. الموضوع ده مزعج جدا على فكره. وفي حد واحد او واحده ما اعرفش عامل لي بيج على الفيسبوك وعمال يتكلم الناس كانه هم وصباح الفل عليك، بيتكلم على لسانك. وده مش انا اصلا ما اعرفش مين ده، بس مش مشكله. اللي عايزه اقوله ان على تويتر تحديدا الموضوع مختلف عن اي سوشيال ميديا تانية، لان تويتر تحس ان هي وان تو وان، انت قريب قوي من الناس. لما حد بيعمل لك منشن بتعرف مين، وبتقوم باصص على الاكونت بتاعه وبتعرف اذا كان فيك ولا حقيقي، وبتقدر ان انت تتواصل بشكل مباشر وسريع. انا عشان كده بحب تويتر قوي. امبارح بس كان ملفت للنظر، يعني شعب الاهلي انا هقول، او كيان الاهلي او عيله الاهلي، لما بيجي اي رياضه، ما بنتكلمش حتى عن كره القدم تحديدا يا كريم، اي لعبه في النادي الاهلي تحس ان الناس كده دايما بتشجع. حتى عايز اقول لك احنا كمذيعين والله العظيم طبعا خش على تويتر بس اكتب اسمك، لو عملت اكونت شوف الكلام الجميل، تلاقي ناس بتدعمك، ناس بتدعي لك. والله حاجه جميله لما تلاقي ناس بتدعي لك، مجرد ان انتوا بتنتموا لكيان واحد، ناس بتحبك من قلبها وما قابلتكش على الحقيقه، بتشوفك على شاشه الاهلي بس. هم اسمهم عيله الاهلي. والله بجد دي حاجه يعني لو في مكاسب كتيره جدا طبعا ان احنا يعني نكون ضمن هذا الكيان، بس ده مكسب كبير من المكاسب دي بجد. انا ببقى مبسوطه جدا لما الاقي حد ما يعرفنيش، مجرد ان هو بيتابعنا على قناه الاهلي وان احنا بننتمي لكيان واحد، بيدعي لك الصبح وبيقول لك ربنا يوفقك وبتاع. حاجه بجد محترمه وحاجه جميله جدا. بس على صعيد اخر بقى، انا عندي ملحوظه ثانيه. انا شايف ان احنا بما اننا كل يوم تقريبا، ان ما كانش يوم او يوم لا، بنتكلم عن انتصار ما لفرقه ما من فرق النادي الاهلي، احنا فرهضنا يا حضرات من كتر الاخبار اللي ليها علاقه بالانتصارات الاهلاويه المختلفه. فانا اقترح في هذا الصدد، ما تيجي نعمل فقره مسجله ونلعبها اوتوماتيك كل يوم الصبح في بدايه الحلقه، اللي هي بنهني فريق النادي الاهلي للفوز ببطوله كرة يد مرة، كرة ماء مرة، كرة صد مرة. ده واقع بنعيشه، ده تاريخ. ومن ساعة لما أنشئ النادي الأهلي وإحنا بنتكلم الحمد لله إن إحنا يعني مركز أول، فدي حاجة مش بإيدينا، في حاجات كده مش بإيدينا. نعم علينا يا رب العالمين. طيب يا حضرات، تعالوا بقى نتعرف.